أهلا وسهلا بحضراتكم. تشرفت أنا وزمايلي بزيارة محافظة الغربية، ورحنا الأماكن اللي هنشوفها لكم دي، هنشوفها على التوالي كده صور منها من التقارير اللي صورناها. بنبدأ بطبعا السيد البدوي، سيدي أحمد البدوي، السطوحي، وفي ليه أسماء كتيرة جدا. حبينا أول ما رحنا كان أول حاجة نعملها هي زيارة السيد البدوي والتسجيل فيه، وكان معايا زميلي وصديقي يوسف أسامة، واتكلمنا حاجات كتير عن السيد البدوي، والناس مشكورين في المسجد فتحوا لنا كل الأماكن المغلقة. وبعدين دي بقى الحلويات عند عوارة، بيعملوا الحلاوة الطحينية. شفنا ازاي بتتعمل الحلاوة الطحينية، ودي هنعرضها النهاردة ان شاء الله. طريقة كويسة جدا ولطيفة، والمحلات الحقيقة يعني الحقيقة زي الفل، يعني نظيفة جدا، ما شفناش لا دبان ولا حاجة. ده أولي بالحلاوة لما بتخلص، ودي بتطلع في مصر كلها. عوارة ده ليه قصة طويلة هنسمعها إن شاء الله. وبعدين رحنا للنحل في قرية حصة شبشير أو شبشير الحصة، دي حصة شبشير، اتنين ستات موجودين عند النحل، وعشنا تجربة لطيفة جدا، وعرفنا معلومات عن النحل أنا بصراحة ما كنتش أعرفها كلها، يعني عارف منها شوية، لكن الباقي عرفته من سيدتين في منتهى الحماس والعطاء. وبعدين رحنا لهذا الرجل المدهش العجيب الغريب، ده الدكتور اللي هنذيع النهارده فقرته، اللي كان المفروض نسجل معاه منذ ان عملنا في التلفزيون، لكن الاقدار بقى والحياه، المهم ان احنا سجلنا معاه. دكتور محمد مشالي، يقترب من الـ80 على ما اعتقد حسب ما قال تاريخ ميلاده، 75 سنة، هتشوفوا معجزة. ثم دي نجوة بتصطاد، بتنزل تشتغل، وشفناها مصطادة شوية سمك صغيرين. شقة وتعب الستات في مصر بيبذلوا مجهود خرافي، واحنا بنحتفل بيوم المرأة العالمي محتاجين نفكر كتير ازاي نعمل ايه للمرأة. يعني الاحتفالات والتكريمات والحاجات ده كويس مش وحش، لكن محتاجين نعمل حاجة للمرأة لما جوزها يتوفى، للمرأة لما جوزها يسيبها. أما هذا فهو يوسف الجندي، قمر من أقمار ثورة 19. عشان مهم جدا نعرف أن ثورة 19 كان لها القمر الكبير وهو سعد زغلول، لكن كان بجانب سعد زغلول أقمار كثيرة جدا لا تقل في الأهمية وفي العمل السياسي عن سعد باشا الله يرحمه. وبعدين رحنا لصناعة الكاوتش في قرية معروفة بصناعة الكاوتش، بياخدوا الكاوتش اللي بقى بيعمل مشاكل كتير، دي اسمها ميت حارون، قريبة من عزبة عائلة سعد زغلول أو عائلة السيدة صفية زغلول، ما نعرفش بالظبط، لكن القطر هناك اتعمل. المهم إنهم بيعملوا حاجة صعبة جدا، وبيشتكوا، عندهم شكاوى كتيرة جدا جدا، هنزيع منها جزء إن شاء الله في الحلقة. ثم ده عمنا نادي السباعي اللي هو عبد الغفور البرعي، الشخصية الحقيقية لمسلسل عبد الغفور البرعي، رجل في منتهى الجمال، رجل للأسف الشديد يعني صفاته بقت مش موجودة في رجال كثير من هذا العصر، رجل أحب جدا أنك تشوفوه بيتكلم وصدقه قد إيه. ثم البنفسج، قرية البنفسج اللي هي القرية القريبة بعيدة 2.5 كيلو عن قرية محمد صلاح نجمنا الكبير، قطور بيعملوا بنفسج على طول، وزي ما انت شايف جمعوا شيء في منتهى الصعوبة، لما يقعدوا كده ويجمعوه. عندهم برضو شوية حاجات عايزين يقولوها للمسؤولين. ثم الحمص، كيف يصنع الحمص؟ رحنا بقى عند عمنا صديقنا سعيد عرفة، الحاج سعيد عرفة ربنا يديله الصحة. ما كناش مقيمين في فندق عرفة، لكن أقمنا في فندق تاني، لكن طلبنا منه حقق لي الأمنية اللي أنا من زمان نفسي أصورها، اللي هي حلاوة المولد. كل المصانع رفضت، لكن حاج سعيد رحب على طول وقال اتفضلوا، ويفرجنا كيف تصنع حلاوة المولد، والمشبك اللي احنا كنا صورناه قبل كده أظن في دمياط. ثم في شارع هناك في سوق، شارع أول مرة أشوف ده فما يعرفوش، يعني سوق كامل، سوق الفسيخ. وهذا الحاج الجميل الحاج سيد ولاده بقى دخلوا أطوروا، بص بيبيعوا الفسيخ ازاي، وعلى فكره مفيش اضافه في السعر، يعني يعملوا لك الفسيخ مخلي. ثم احنا بقى فين؟
الله يا سلام، هذا رجل رجل عظيم، مؤلف كبير، أستاذ عادل عصمت، حصل على جوائز عديدة لكنه أحب أن يبقى هناك ومن هناك يقدم روايته. طبعا الوصايا اللي منشور سنة 17 واخدة دخلة في جائزة المجموعة المنتقاة لجائزة البوكر، لكنه واخد جوائز كتير، واخد جائزة نجيب محفوظ، واخد جائزة الدولة التشجيعية من سنة 10. الله، طب وانت كنت فين يا عم الحاج؟ انا كنت فين؟ ما كنتش ولا ما فيش اي حاجة، لكن الصدفة انه انا واخد الرواية معايا طنطا اقراها، فلقيت علي سطوحي زميلنا العزيز وصديقنا اللي بيعد لنا حلقات طنطا، قال لي في الاستاذ عادل عصمت. قلت له عادل عصمت ده انا بقرا الروايه بتاعته، هو من طنطا؟ انا ما اعرفش حاجه. قال لي ده عايش في طنطا. وكان لنا شرف اللقاء بهذا الرجل. تعالوا بقى نبدا على طول. كانت رحله شاقه جدا، 3 ايام صورنا فيهم كل الحاجات دي، لكن استمتعنا جدا.